صار عندها الحرب بتدمر سوريا كلياتها، نزحنا وخسر اولاده 4، وظلت الفكره بباله يعني انه اليوم إن استقرينا هون مدينه الباب بده يشتغل هالشغله هاي. ما عاد سوى المعبد، يسوي المعبد هاي وبزعجوا وبزعجوا على 24 انما انسان اولاد صغار او انسان تدمر او تدمر سوريا كلها ما تنسى. لهون يعني قاعد فترة، ارجع حب انه يشتغل بالشوبسي يعني يرجع الوطن يرجع البلد يرجع هالي، حب انه عياله يشتغل بس ما قدرنا. هالحز عم يشتغل الحمد وشكر لله. ليش ما قدر ينقل هاي الصورة لأولاده؟ انه راحة هذا غير